just eyes in my water. نكمل اليوم ملخص أحداث أول أسبوع في التصفيات. شفنا فيها أن كل الأصوات في المقر ما تستغنى عن تمارين هشام بولس، بس في أوقات مثل هذه وجوده ضرورة مهي بترى. أهلا 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 بالمام. أهلا 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 ليك ملا شوريل الفضايح. كيفك يا حبيبي؟ تمام الحمد لله. من عم بطلع أنه صار عندكم شوريل رائع، مش عم بمزح، يعني تخلصوا عندكم 15 شوريل. نحن اليوم عنا 15 لليوم. ها اليوم عنا 15 فضيح. عن طريق بولفار المواهب ولا عنا كتالوج نهار آخر. من اليوم ما جيت البولفار وأنا فرحان يعني باللي قدمته الكل. أنت على المسرح شو بتشوف؟ أنت كأوتوكريتيك شو بتشوف أقوى شيء عندك، وشو بتشوف بتحس عندك أنه مش كتير مليار بالمية راكب؟ حاجة القوية اللي عندي ممكن أني أنا نعمل تغطية على المسرح، يعني نغطي المسرح، والبوان فيبل أنه الحماس يغلبني دايما. رح فرجيك شغلة على اللي أنت قلته. الحماس ساعات يهزني، الحماس خايب، الحماس مش ديما به. في عندك باور، بس هالباور اذا ما عملت لها تشانلينج بتكبك بالمغنى برا. انت مفروض كمطرب بالدرجه الاولى يكون مغناك كل الوقت صح. ديما نقعد نشوف لي بوين فور واللي بوين فيبل تاعي انا باش نحاول نحسنها. شو بتحس في عندك نقطه ثانيه بتزعجك بحالك انت على المسرح بتحسها مفروض تكون مش موجوده او تخففها او تلغيها او تشتغل عليها؟ لما ما بحب اغنيه، عندي شيء في كاركتيري لما ما بحب اغنيه ما معطيها اهتمام. حسيت ريسنتلي باخر غنية بتحبها بس ما بعرف مش كثير عطيت فيها، ويمكن اذا مش غلطان. هي 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 صح؟ هي لقاء مش نفس لقاءنا. ايه برشا حاجات انتبه. هي حسيتك ما كثير يور انتويت، يعني بعدين عم نحكي نحن ديو مان. ديو لازم تكون كثير انفولد انت والاخر اللي معك وهيك. صح. يا ما فنانين يا ما في ممثلين يا ما في عالم ليك حي الله حدا بيرفورمر، مش ممكن كل مره بيكون عنده حفله يكون فيها مرتاح ومبسوط وعشرة عشرة، لأنه كتير في ناس ما بيقدروا يعبروا ولا بيقدروا يطلعوا من حالهم إلا من خلال يمكن لمن يعزفوا لمن يغنوا لمن يرسموا لمن ينحتوا. صحيح، هو الفنان لازم يعطي من قلبه، وأنا نمن بحاجة اسمها يعني مهما كانت الظروف ومهما كانت المشاكل تطلع تغني وتحاول أنك قليل وين ظهر أن أنت عندك مشكلة. فأنا بالنسبة لي على فكرة حضورك كتير محبب، ما عندي مشكلة ولا بوقفتك ولا بتطليعاتك ولا بمسكتك للميكرو ولا بتحركك على المسرح. مشان هيك انك تعمل حفلة ويجوا آلاف يدفعوا مصاري ويتأنقوا ويجوا لعندك يحضروك، ولا تتم إلا لما تكون أنت متمم واجباتك والأقرب إذا شيء إلى الكمال وهيك.